هذه النشرة برعاية جاستريبول اس اي موبلر دينتالي. كريسترسون يمهل حزبي الوسط والليبراليين حتى الاثنين لإعلان موقفهما من الانضمام لحكومته. تعاون تاريخي بين حزب البيئة والتحالف في قيادة مجلس بلدية ستوكهولم. مرحبا بكم. مصادر التلفزيون السويدي تقول إن رئيس حزب المحافظين المكلف تشكيل الحكومة أولف كريسترسون وضع حزبي الوسط والليبراليين أمام ما سمته تلك المصادر بالخيار النهائي، فيما إذا يريدان الانضمام إلى حكومة التحالف بقيادته أم لا، أو أن يقتصر تعاون الحزبين على تقديم دعمهما للحكومة عبر البرلمان على أن ينضما إليها لاحقا، مهملا الحزبين حتى عطلة نهاية الأسبوع لاتخاذ قرارهما بهذا الشأن. على كريسترسون تقديم تقريره النهائي حول تشكيلة الحكومة لرئيس البرلمان الثلاثاء المقبل، وإلا سيتم تكليف شخصية أخرى بذلك. تعاون وصف بالتاريخي في ستوكهولم بين أحزاب التحالف وحزب البيئة بعد موافقة الأخير للتعاون مع التحالف في قيادة المجلس البلدي لمدينة ستوكهولم. حزب البيئة كان اشترط لهذا التعاون تحقيق بعض مطالبه، لا سيما في القضايا التي تخص البيئة والمناخ، ومن هذه الشروط تحسين الظروف البيئية لعدد من مناطق ستوكهولم ومنع مرور سيارات الديزل فيها. الدنمارك تقرر تمديد الرقابة على حدودها لدواعي وجود مخاطر إرهابية، وفقا لوزيرة الهجرة في الحكومة الدنماركية التي اعتبرت أن مراقبة الحدود ضرورية لحماية أمن بلادها. الوزيرة توقعت في الوقت نفسه أن تتخذ دول شنجن أخرى كانت وضعت ضوابط على الحدود بما فيها السويد قرارات مماثلة في وقت قريب. الخارجية السويدية تطالب بالتحقيق في قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية السعودية بإسطنبول، معتبرة أن هناك العديد من علامات الاستفهام حول هذا الموضوع. السويد أكدت أن موقفها هذا يتماشى مع موقف الاتحاد الأوروبي من القضية. المتحدث الرسمي باسم لجنة العلاقات الخارجية السويدية راسموس إيليا نسكوغ قال إن هناك ادعاءات خطيرة جدا ضد السعوديين، رافضا روايات التخمين لما حدث للصحفي خاشقجي. مصلحة الأغذية السويدية تمنع شركة جولد فوغلن بيع 52 طنا من منتجاتها من قطع الدجاج المقلي ناجتس. سبب المنع هو أن الشركة المصنعة لقطع الدجاج استخدمت لحوما كان الأطباء البيطريون لدى المصلحة قد منعوا استخدامها، فضلا عن قيامها بفرز شرائح اللحم دون إشراف رقابة موظفي التفتيش. وعلى هذا الأساس تم منع الشركة من إرسال منتجيها من قطع الدجاج إلى الأسواق. ارتفاع درجات الحرارة في مدينة يوتيبوري يسجل أمس الخميس رقما قياسيا لمثل هذه الفترة من السنة بعد وصولها إلى أكثر من 21 درجة مئوية، وهو أعلى ارتفاع يسجله مركز الأرصاد الجوي في المدينة في شهر تشرين الأول أكتوبر منذ بدء قياساته في العام 1800. الرقم القياسي السابق كان 20.8 درجة مئوية وجرى تسجيله في عام 1874. مركز الأرصاد يتوقع أن يكون الطقس دافئا في عطلة نهاية الأسبوع أيضا في معظم المناطق السويدية. والآن إلى النشرة الجوية. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء. We'll be right back.
هذه النشرة برعاية كاستريبول، اس اي موبلر، دينتالي.